بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 62 بعد 100 من سلسلة دروس كتاب فتح باب العناية للعلامة الشيخ علي القاري رحمه الله تعالى ونفعنا به. آمين آمين. نحن وصلنا إلى قوله: وصح نكاح الكتابية. وصح نكاح الكتابية، طبعا لما قال وصح نكاح الكتابية نص الفقهاء على أن نكاح الكتابية وإن كان صحيحا إلا أنه مكروه تنزيها، سواء كانت هذه الكتابية ذمية أو حربية. أما بالنسبة للحربية اختلف فيها، منهم من قال بأنها مكروهة تحريما الحربية، ومنهم من قال أنها مكروهة تنزيهيا كراهة تنزيهية. الشيخ في البحر الرائق الشيخ ابن نجيم قال الظاهر أن الكراهة، أن نكاح الكتابية الحربية مكروهة تنزيها الحربية، لأن النكاح، لما قالوا؟ لأن نكاح الذين قالوا بأن نكاح الحربية مكروهة تحريما، قالوا لأن فيه الحربية، قال لأن فيه في زواجه من الحربية فيه سبب لاسترقاق ولده، يعني يخشى أن يقع الرق على ولده لو أنجبت منه. إيه نعم. الله. فالذي استظهره الشيخ ابن نجيم بأنها الكراهة التنزيهية تعم الحربية والذمية. وسبب علة الكراهة أن، وهذا معروف ملاحظ، يعني أن الذي يربي الولد من؟ الأم، فيخشى أن تنشئ ولدك على عقائد غير المسلمين فتكون أنت سببا في تكثير سوادهم، فلا ينبغي هذا ولا يصح. نعم. فمن اضطر لنكاح غير المسلمة كتابية يعني ينبغي أن يحرص على عدم الإنجاب منها، وإن أنجب ينبغي أن يحرص على الإشراف على تربيته. قال: وصح نكاح الكتابية ولو كانت أمة. وفي الأمة خلاف سيأتي. قال: والكتابية كافرة تعتقد كتابا سماويا كصحف إبراهيم أو غيرها، وإنما صح نكاحها لقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني أحل لكم، عطف أو عطف على الطيبات في قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، يعني والمحصنات، وأحل لكم المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وفي المبسوط قال محمد بن الحسن: بلغنا عن حذيفة بن اليمان أنه تزوج يهودية، ولو تزوج، انتهى الكلام، قال: ولو تزوج كتابية على مسلمة جاز، وقسم بينهما على السواء، يعني لا يقول هذه مسلمة يكون قسمها أكثر وأفضل، لا لا لا، يقسم بينهما على السواء. وكان ابن عمر لا يجوز نكاح الكتابية ويقول: هي مشركة، وقد قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وكان يقول معنى الآية الثانية: واللاتي أسلمن من أهل الكتاب، يعني كأن سيدنا ابن عمر فسر الإحصان بالإسلام، والمحصنات يعني المسلمات من الذين أوتوا الكتاب. ولسنا نأخذ بهذا،
يعني بقول سيدنا ابن عمر، فإن الله عطف المشركين على أهل الكتاب، فدل أن اسم المشرك لا يتناول الكتابي مطلقا. كما الكتابيون يهود النصارى مشركون، ولكن لما عطف الله المشركين على أهل الكتاب دل ذلك على أن اسم المشرك إذا أطلق لا يتناول أهل الكتاب، لأنه عطفهم، لأن العطف يقتضي ماذا؟ المغايرة. فدل على أن أهل الكتاب وإن كانوا مشركين هم غير المشركين الذين يقصدون في القرآن. واضح الكلام؟ لأنه قال عطف المشركين على أهل الكتاب، فدل على أن المشركين إذا أطلقوا لا يراد بهم أهل الكتاب اليهود والنصارى. قال ولو حملنا الآية الثانية على ما قال ابن عمر لم يكن لتخصيص الكتابية بالذكر معنى، لأن الكتابية التي أسلمت هي مسلمة، يعني لا يصح أن نقول كتابية أو كتابية أسلمت وكأننا نعيرها وكأننا نذكرها بما كانت عليه من شرك، وهذا لا يصح. قال ولو حملنا الآية الثانية على ما قال ابن عمر لم يكن لتخصيص الكتابية بالذكر معنى، فإن غير الكتابية إذا أسلمت، يعني مجوسية صابئة، أي إنسان غير ملة الكتابية أسلمت يجوز لنا أن ننكحها. قال فإن غير الكتابية إذا أسلمت يحل نكاحها. واضح الكلام إن شاء الله. وقد جاء عن كعب بن مالك أنه تزوج يهودية وخطب المغيرة بن شعبة بنت النعمان بن المنذر وكانت تنصرت فأبت وقالت أي رغبة لشيخ أعور في عجوز عمياء، وهي كانت إيش كبيرة في السن يعني، ولكن أردت، تقول لما للمغيرة بن شعبة، أن تفتخر بنكاحي فتقول تزوجت بنت النعمان بن المنذر. النعمان المنذر كان ملكا من ملوك العرب، بل هو كان من أفضلهم، النعمان بن المنذر. فقال صدقتي، يعني أنا لا رغبة لي فيك ولكن أريد أن أتفاخر. وكانت بعد ذلك تدخل عليه فيكرمها ويسألها عن حالها، فقالت فبين نسوس الناس والأمر أمرنا، يعني القيادة قيادتنا ونحن كنا نسوس الناس، إذا نحن فيهم سوقة نتنصف، يعني نستخدم كالعبيد أجراء صرنا، فأفل لدنيا لا يدوم نعيمها، تقلب تارات بنا وتصرفوا، أي لما يسألها عن حالها تجيبه بهذا الجواب، كنا أمة قادة إلى آخره والآن صرنا كالخدم بين الناس. وقولها نتنصف أي نستخدم، والمنصف الخادم. ولما كان الأمر على ما قرر ذهب عامة المفسرين إلى تفسير المحصنات بالعفائف، يعني أذن الشارع لك أن تتزوج كتابية ولكن ينبغي أن تكون عفيفة، ينبغي أن تكون عفيفة. قال والعفة ليست بشرط أيضا، وإنما قيد للعادة، يعني هذا يسمى إن صح التعبير بالأمر الإرشادي، بالأمر الإرشادي، مخالفته لا عقاب عليها. من يعطيني مثال على الأمر الإرشادي الذي خولف؟ الأمر الإرشادي الذي خالفه أحد الأنبياء وعوتب عليه، سيدنا آدم عليه السلام، سيدنا آدم أمر أن لا يأكل من الشجرة فأكل منها. هذا الأمر لما قال الباري تبارك وتعالى مخاطبا سيدنا
آدم عليه السلام الأنبياء معصومون قبل النبوة وبعدها، فكيف نقول بأن آدم عليه السلام عصى أمر ربه؟ القرآن قال وعصى آدم ربه. فيقول الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه الله في كتابه تأويلات أهل السنة، أنصحكم باقتناء هذا الكتاب، كتاب رائع قيم جدا في التفسير، تأويلات أهل السنة، يقول فيه: الأمر نوعان. الآن خرجنا من الموضوع بالكلية ولكن لا بأس، يعني هذا بين قوسين. الأمر نوعان: أمر تكليفي ويتعلق فيه الثواب والعقاب، وأمر إرشادي ويتعلق فيه العتاب أو الحرمان. العتاب أو الحرمان، معقاب عتاب أو حرمان. والذي حصل لآدم عليه السلام أن الله أمره أمر إرشاد، قال: ولا تقربا هذه الشجرة، يعني كأنه يقول: يا آدم ويا حواء، أنا أنصحكما بأن لا تقربا هذه الشجرة. ليه؟ قال: لأن الخلود في الجنة، البقاء في الجنة مقرون بعدم قربان الشجرة، فإذا اقتربتما وأكلتما من الشجرة فينبني على ذلك الهبوط إلى الدنيا. فهذه سنة الله عز وجل. كمن قال لك: أنا أنصحك ألا تسلك هذا الطريق، هذا الطريق فيه لصوص، ولكن اسلك الطريق الآخر. فلما سلكت بالطريق الذي فيه لصوص سرقت فلوسك، لأنك خالفت الإرشاد، خالفت الإرشاد. فآدم عليه السلام لما خالف الأمر الإرشادي حصل ما حصل، فقال: عصى آدم ربه، يعني عصى الأمر الإرشادي وليس الأمر التكليفي. واضح؟ إذن الأوامر نوعان: أمور إرشادية وأمور تكليفية. فهذا لما الباري تبارك وتعالى قال: والمحصنات من أهل الكتاب، قال المحصنات العفائف، يعني لما أمر الله عز وجل أو أباح الباري تبارك وتعالى نكاح غير المسلمات الكتابيات، قال أرشد عباده على إلى أن تكون المنكوحة من أهل الكتاب عفيفة، أمرهم أمرا إرشاديا وليس أمرا تكليفيا. ولو كان أمرا تكليفيا لكانت العفة شرطا، لكانت العفة شرطا. قال: وإنما قيد للعادة، ولئن كانت شرطا فانتفاؤه لا يدل على عدم الجواز، يعني حتى ولو كانت شرطا فانتفاء الشرط هذا لا يدل على عدم جواز نكاح الكتابية. فثبت الجواز بالنصوص المطلقة وقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا عام يتناول المشركات وغير المشركات، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تناكحوا، كذلك هذا أمر بالنكاح مطلقا وغير ذلك. قال: وصح نكاح الأمة مسلمة كانت أو كتابية مع طول الحرة، أي مع القدرة على نكاح الحرة، بأن يكون له، يعني كيف أنا أكون قادرا على نكاح الحرة؟ طبعا نكاح الأمة أقل تكاليف من نكاح الحرة، فإنسان قادر على نكاح الحرة، كيف يعني قادر؟ كيف؟ قال، بيّن القدرة على نكاح الحرة فقال: بأن يكون له مهرها، يملك مهرها ونفقتها. لا، قال: لكن، يعني يصح نكاح الأمة مع طول الحرة بشرط، لكن بشرط أن لا يكون تحته حرة. واضح؟ فإنه لا يجوز حينئذ إجماعا. إذن يجوز لك أنت أن تتزوج كتابية مع القدرة على الحرة، ولكن إذا كنت متزوجا حرة لا يجوز لك أن تتزوج فوقها أن تكون الثانية كتابية، لا يصح هذا. عفوا، أمة لا يصح أن تكون أمة، أو أصح أن تزوج كتابية حرة على المسلمة الحرة، يصح هذا.
قال لكن بشرط أن لا يكون تحته حرة فإنه لا يجوز حينئذ إجماعا. وقال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز تزوج الأمة الكتابية مطلقا ولا تزوج الأمة المسلمة إذا وجد طول الحرة. هذا قول مالك والشافعي وأحمد. لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ماذا قال الباري؟ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، ما عنده قدرة أن ينكح المحصن المؤمنة، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فشرط الباري في هذا النص، في ظاهر النص، أن غير القادر على نكاح الحرة له أن ينكح الأمة، أي فليتزوج. والمراد بالمحصنات هنا الحرائر، يعني من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، أن الحرائر من المؤمنات. ولنا النصوص المطلقة نحو قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. وأما الآية السابقة فقد نقلنا عن ابن عباس أن المراد من الآية هنا أن المراد حال وجود نكاح الحرة، وبه نقول وهو معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تنكح الأمة على الحرة، كذا في الهداية. وروى البيهقي عن الحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح الأمة على الحرة. قال هذا مرسل، إلا أنه في معنى الكتاب، وهو قول جماعة من الصحابة نهى أن تنكح الأمة على الحرة. وأما قول صاحب الهداية ويجوز تزوج الحرة عليها على الأمة، يعني كان متزوج أمة ثم تزوج عليها حرة، يجوز. لما؟ قال قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تنكح الحرة على الأمة. قال فرفعه وهم، يعني إضافة الحديث إلى النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهم، وإنما هو موقوف على علي رضي الله تعالى عنه كما رواه الدارقطني عنه عن سيدنا علي بلفظ إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومين للحرة وللأمة يوما، لأن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة. ثم قوله سبحانه وتعالى ذلك لمن خشي العنة منكم، فيه عدم، يعني يدل هذا النص القرآني فيه عدم جواز نكاح الأمة مطلقا حين لا ضرورة من خشية العنت، فيه عدم جواز نكاح الأمة مطلقا في الوقت الذي فيه لا ضرورة من خشية العنت. كيف؟ في ارفع صوتك. هنا كتب دال ليس. أين دال؟ ماذا عندك أنت مكتوب؟ فيه؟ لازم. ماذا يكتب؟ دال. في فقط؟ فيا دال. في دال غلط، هذه خطأ، هذه في ما في معلى معنى لها. الوقوع بالحرام يعني، أو المشقة والشدة، يعني لا يحفظ نفسه إلا بشدة أو الوقوع في الحرام. قال فيه عدم جواز نكاح الأمة مطلقا، يعني هذا النص القرآن يدل
على أنه لا لما أباح الباري تبارك وتعالى لك أن تتزوج الأمة، ليس هذا على الإطلاق، ولكن إنما هو إذا خشيت على نفسك الوقوع في الحرام، عندما تخشى على نفسك ولا تملك القدرة على نكاح الحرة تنكح الأمة. قال وهو، فسره مباشرة، وهو الخوف على نفسه من الزنا. قال وصح نكاح المحرم، يعني حل تزوج المحرم، فصح هنا بمعنى تزوج، حل له أن يتزوج، وصح نكاح المحرم ونكاح المحرمة بالحج أو العمرة، وهو مذهب الثوري. قال مالك والشافعي وأحمد لا يصح نكاح المحرم زواجا كان زوجا كان أوليا، زوجا كان أوليا، يعني لا يجوز، العقد غير صحيح، سواء كان وليا وهو محرم يزوج ابنه أو كان هو الزوج تزوج، ما يصح هذا وهو حالة الإحرام. ولا نكاح المحرمة كذلك لما روى الجماعة إلا البخاري من حديث نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أرسله إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأل، وأبان يومئذ أمير الحج، وهما محرمان، وهما محرمان، إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير، فقال أبان سمعت أبي عثمان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا اضبط النص، لا ينكح المحرم ولا ينكح، ضبطه بهذا الشكل الشيخ ابن نجيم في البحر، قال الياء مفتوحة في الجملة الأولى ينكح لا ينكح المحرم، ومضمومة في الثانية مع كسر الكاف. قال ابن نجيم ومن فتح الكاف من الثانية فقد صحف، من فتح الكاف من الثانية فقد صحف، لا ينكح المحرم ولا ينكح. نعم الله. بعد ذلك قال الشيخ قال وكلمة لا هنا، ما قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، جاز أن تكون ناهية هنا، ولا ينكح ولا ينكح جاز أن تكون ناهية، ودخولها على المسند الغائب لا الناهية، دخولها على المسند الغائب قال جائز عند المحققين، وإن كان عدم يعني جواز دخول لا على المسند الغائب لا الناهي على المسند الغائب، الأكثر أنهم قالوا لا يصح ذلك، لا يصح ذلك. نعم. ويجوز هنا أن تكون كذلك، هذا الكلام كله ابن نجيم قال ويجوز أن تكون هنا لا نافية، إذا لا هنا لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا هنا يجوز أن تكون ناهية ناهية، فإن قيل كيف تدخل لا الناهية والمسند غائب، قال جاز هذا عند الكثير من المحققين، جاز هذا عند كثيرين من المحققين، ويصح أن تكون نافية، يصح أن تكون نافية، يعني ليس من شأن وليس من حال، ليس من حال المحرم أن ينكح، وليس من حال المحرم أن ينكح، يعني لا يتزوج، ليس من شأن المحرم، إذا جعلناها نافية، إذا جعلناها نافية يعني ليس من وصف المحرم أن يتزوج، وليس من وصفه أن يزوج، واضح؟ وممكن نقول مولانا إذا نقول بلا نافية نقول ينكح بالفتح، لا 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 لا، قلت لك الشيخ ابن الهيم قال هذا تصحيف،
لا يصح أبدا. إذن هذا دليل من أحبابنا؟ هذا دليل مالك والشافعي وأحمد. قال زاد مسلم وأبو داود في رواية ولا يخطب، وزاد ابن حبان ولا يخطب. قال وهما، وهما يعني رواية لا يخطب ولا يخطب، وهما يعني رواية لا يخطب ولا يخطب، محمولان على الكراهة اتفاقا. فليكن، شوف رواية لا يخطب ولا يخطب، إذن هذا الحديث، هذا الحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا ينكح، جاء قال الشيخ زاد مسلم وأبو داود في رواية لا يخطب ولا يخطب، والإجماع انعقد على أن المراد بلا يخطب ولا يخطب هذا هنا الكراهة. قال فإذا كان هذه الزيادة اتفق العلماء على أن في هذا النهي هنا أو النفي للكراهة، فينبغي أن يكون ما قبلها كذلك للكراهة، وإلا لابد لإخراج الأول من كونه للكراهة لابد من دليل. واضح الاستدلال؟ قال وهما، إيش يعني وهما؟ يعني قوله لا يخطب ولا يخطب، محمولان على الكراهة اتفاقا، فليكن ما قبلها وهو قوله لا ينكح ولا ينكح كذلك. فهمنا إن شاء الله. قال ولما في الموطأ عن داود بن الحسين أن أبا غطفان المري أخبره أن أبا طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر نكاحه، ولنا إطلاق قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وصريح ما في الكتب السنة، الكتب الستة من حديث ابن عباس أن النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وكان ذلك في عمرة القضاء سنة 7. تزوج ميمونة وهو محرم. زاد البخاري وبنى بها وهو حلال. إذن العقد متى كان؟ في حالة الإحرام. وماتت بسرف، وماتت بسرف يعني بكسر السين وليس بفتحها والله أعلم، وماتت بسرف. إيه نعم، بسرف يعني اسم منطقة، اسم مكان، وماتت بسرف وليس بسرف، بسرف اسم مكان مثل مكة المدينة إلى آخره، الطائف اسم مدينة منطقة، وماتت بسرف. قال وهو ظرف للبناء والموت، وهو ظرف للبناء والموت. أيوة، يعني إيش وهو؟ يعني سرف، سرف يعني النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال في سرف، وماتت في سرف كذلك. هذا معنى قوله وهو ظرف، وهو يعني سرف، مكان للبناء، بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرف وماتت في سرف. قال وهو من أعجب التواريخ، وهو من أعجب التواريخ. وأما ما رواه يزيد بن الأصم أنه تزوجها وهو حلال لم يقوى، هذه الرواية الثانية لم تقوى قوة هذا، قوة الحديث الذي في الكتب الستة، فإنه أي رواية أنه تزوجها وهو محرم مما اتفق عليه الستة، وحديث يزيد لم يخرجه البخاري ولا النسائي، وأيضا لا يقاوم يزيد بابن عباس حفظا وإتقانا، لا سيما وميمونة خالته، خالة ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا، فهو أعرف بخالته لما روى الطحاوي عن عمرو بن دينار
قال حدثني ابن شهاب عن يزيد بن الأصم أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نكح ميمونة وهما حلالان. قال فقلت للزهري وما يدري ابن الأصم إنه أعرابي بوال على عقبيه أتجعله مثل ابن عباس؟ إيش يعني لما نقول فلان أعرابي بوال على عقبيه يعني جاهل أحمق لا يعي ما يقول، هذا معنى بوال على عقبيه جاهل أحمق لا يعي ما يقول، فهذا فيه كناية عن الجهل وعدم الإتقان. قال أتجعله مثل ابن عباس كما في هذا الزمان يأتيك إنسان أحمق مشوش يقول لك قلت وقال الشافعي. سبحان الله، قلت وقال الشافعي، انظر لهذا البون الواسع. قال وما روي عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تزوج وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا رسولا بينهما، لم يخرج في واحد من الصحيحين وإن روي في صحيح ابن حبان، فلم يبلغ ذلك في درجة الصحة، ولذا لم يقل فيه الترمذي سوى حديث حسن. قال ولا نعلم إسنادا ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد عن مطر. قال بعض المحققين والحاصل أنه قام ركن المعارضة، كذلك هذا المحقق وسيد الكمال ابن الهمام، أنه قام ركن المعارضة بين حديث ابن عباس وحديثي يزيد وأبان في معارضة الآن، وحديث ابن عباس أقوى منهما سندا، فإن رجحنا باعتبار قوة السند كان الترجيح معنا، ويعضده ما رواه الطحاوي عن أبي عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه وهو محرم. قال ونقلت هذا الحديث كلهم ثقات، أن هو رواية المسروق عن عائشة لم يذكر ميمونة ولكن قال تزوج بعض نسائه وهو محرم، فدل هذا على أن نكاح المحرم صحيح. قال ونقلت هذا الحديث كلهم ثقات يحتج بروايتهم، ورواه البزار في مسنده عن مسروق عن عائشة أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم واحتجم وهو محرم. إذن الآن الشيخ هذا المحقق الكمال بن الهمام الآن يبين لنا طرق أو طريقي ترجيح دليلنا على دليل غيرنا. قال أول شيء إن رجحنا حديث ابن عباس بقوة السند فحي هلا، ويؤيد ذلك ما رواه الطحاوي والبزار. الآن طريق آخر للترجيح، قالوا إن رجحنا يعني رجحنا حديث ابن عباس على غيره بقوة ضبط الرواة وفقههم، فإن الرواة عن عثمان وغيره ليسوا كمن روى عن ابن عباس ذلك فقها وضبطا كسعيد بن جبير وعطاء وطاووس ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد، وإن تركناه يعني تركنا الآن الترجيح، تركنا الترجيح الآن لن نرجح، عندنا حديثان متعارضان، وإن تركناه تساقطا للتعارض وصرنا إلى القياس فهو معنا. قال فهو معنا يعني القياس لجانبنا، لأن النكاح عقد كسائر العقود التي يتلفظ بها من شراء أمة للتسري، وهذا صحيح يجوز للمحرم بالإجماع وغيره للتسري وغيره، ولا يمتنع شيء من العقود بسبب الإحرام، ولو حرم لكان غايته أن ينزل منزلة الوطء وأثره في إفساد الحج لا في بطلان العقد نفسه. يعني لو كان النكاح حراما لكانت غاية هذا التحريم أنه ينزل، لو أننا قلنا النكاح حرام نقول
هذا النكاح الذي قلتم بأنه حرام أقسى ما نحمله من أحكام أن نجعله كالوطء بأن يجعل الحج فاسدا، فلما عقد كأنه وطأ، هذا يعني أشد ما يتحمله. أما أن نحمله بأنه لا يصح فهذا ما ينبغي أن يكون. فهمنا العبارة أحبابنا؟ ولو حرم يعني النكاح لكان غايته أن ينزل منزلة الوطء وأثره، أثر الوطء يعني في إفساد الحج لا في بطلان العقد، عقد النكاح نفسه. قال وإن وفقنا لدفع التعارض، يحمل لفظ التزوج يحمل لفظ التزوج في حديث ابن الأصم على البناء بها مجازا لعلاقة السببية العادية، ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم إما على نهي التحريم، إما على نهي التحريم والنكاح الوطء إما على نهي التحريم، هنا الواو حالية، الواو حالية، إما على نهي التحريم أي حال كون النكاح بمعنى الوطء، وعليه يكون المنهي هو الرجل، يكون المنهي من هو، أي هو منهي عن الجماع حالة كونه محرما. قال لا ينكح المحرم، لا ينكح المحرم إما يحمل على نهي التحريم حالة كون معنى النكاح الوطأ، والمراد بالجملة الثانية ولا، وهي الجملة الثانية ولا ينكح، ولا ينكح، ولا ينكح، والمراد بالجملة الثانية التمكين من الوطء، فيكون المنهي من هو المرأة، فهي منهية عن تمكين زوجها من وطئها وهي محرمة. هذا إذا حملنا إيش لفظ النكاح على ماذا؟ على الوطأ. قال فيكون النهي هنا للتحريم حالة كون المراد بالنكاح الوطأ، ويكون المنهي بالجملة الأولى الرجل، والمنهي بالجملة الثانية المرأة. فهمنا أحبابنا؟ ولكن لو كان هذا التأويل لكان يقول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا تنكح، لأن المقصود بها المرأة يعني بمعنى لا يقع على المرأة كذلك، ولا ينكح يعني لا تمكن، بمعنى لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. قال جاءك الآن الجواب، جاءك والتذكير باعتبار الشخص، التذكير بمعنى الشخص يعني ولا يمكن الشخص المنكوح هي المرأة، والتذكير باعتبار الشخص أي لا تمكن المحرمة زوجها منه من الوطء يعني. قال أو على الكراهة، إذا ما أول شيء قال ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم إما على نهي التحريم أو على نهي الكراهة، أو على نهي الكراهة، وعليه يكون المراد بالنكاح ماذا؟ العقد. يكون المراد إذا حملنا على الكراهة يكون المراد بالنكاح العقد. إيه نعم. أما إذا حملنا على التحريم يكون المراد به الوطأ، الوطأ. قال أو على الكراهة جمعا بين الأدلة، وذلك لأن المحرم في شغل عن مباشرة عقد النكاح، لأنه يشغل القلب عن الإحسان في العبادة لما فيه من خطبة ومراودات. أنت عقد على امرأة جديدة فصارت نفسه كلما نظر إليها سال لعابه، نفعل هكذا يا أستاذ نذهب للحرم، سألحق بكم، صار عقله أين؟ مع هذه المخطوبة الجديدة، نفسه تحدثه بما تعلمون أو لا تعلم. قال ومراودات ودعوة واجتماعات، بصير المكان الموجود في الخطيبة الجديدة يجلس فيه هكذا مقابلها ويفعل هكذا.
قال: ويتضمن تنبيه النفس لطلب الجماع، وهذا محمل قوله ولا يخطب إجماعا. يعني لماذا نهى النبي عن الخطبة، عن الخطبة؟ ليه؟ لأنها تشغل النفس. وقال في الكافي: والأوجه أن يقال الحديث يروى بالنهي مجزوما، مجزوما بالزاي، وهو اختيار خطابي، والنهي يكون للتنزيه، وإن روي منفيا فالنفي يجيء بمعنى النهي. هذا من باب المجاز. قال: وصح نكاح حبلى من زنا. وقال أبو يوسف وزفر: لا يصح، وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وصح نكاح حبلى من زنا، يعني المراد هنا من زنا غيره، من زنا غيره، لأنه إذا كان من زناه سيأتي الحكم معنا، أما هنا المراد يعني من زنا غيره، صح له أن ينكحها وهي حبلى. وقال أبو يوسف وزفر: لا يصح، وهو قول مالك والشافعي وأحمد. لما؟ قال: لأن الحبل من الزنا محترم، محترم باعتبار الحمل، باعتبار الحمل هو نفس محترمة، حتى لا يجوز إسقاطه، فيمنع صحة النكاح كما يمنع الحبل من غيره اتفاقا. لو كانت امرأة حامل من بالحلال، زوجها مات أو طلقها وهي حامل، لا يجوز له أن يتزوجها ما دامت حاملا. لا يجوز الإسقاط، لا يجوز الإسقاط. طبعا هنا يعني يلاحظ فتوى الحنفية في جواز الإسقاط قبل 4 أشهر، قبل 4 أشهر، قبل نفخ الروح. يعني إذا كان موضوع يعني اغتصاب، ويعني الفتوى دائما تقدر بقدرها، تقدر الفتوى دائما بقدرها، لا يعمم الحكم، لا يعمم الحكم. لا لا، ما فهمت. المنهي الإسقاط عند الأحناف قبل نفخ الروح، قبل، ليس بعدها، منهي عنه بعدها بالإجماع، بعدها بالإجماع منهي عنه. قال: ولنا قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وإنما يمتنع تزوج الحبلى من غير الزنا لحرمة صاحب الماء الزوج، ولا حرمة للزاني، ولا حرمة للزاني. والخلاف بين يعني بين الجواز وعدمه فيما إذا كان الناكح غير الزاني، وأما إذا لم يكن الحمل، إذا الخلاف فيما إذا كان الناكح غير الزاني، أما إذا كان الناكح والزاني لا خلاف، متفق عليه أنه يصح، زيد زنى بهند وحملت منه، بالاتفاق جاز أن يتزوجها وهي حامل. أما الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة ومحمد وبين أبو يوسف وزفر في الحام، لو تزوج امرأة زانية وحملت من غير الزاني، هذا الذي فيه خلاف. قال: والخلاف فيما إذا كان الناكح غير الزاني، وفيما إذا لم يكن الحمل ثابت النسب من غير الناكح، لم يكن الحمل ثابت النسب، فإنه إذا كان الزاني هو الناكح يصح النكاح إجماعا. وإذا كان الحبل ثابت النسب، ثابت النسب من غير الناكح، وإذا كان الحبل ثابت النسب من غير الناكح لا يصح النكاح إجماعا. يعني وذلك
كأن تكون امرأة حربية متزوجة حملت من زوجها ثم هاجرت مسلمة، هاجرت مسلمة، فالحمل الذي في رحمها الآن ثابت النسب، ثابت النسب، وقد طلقت من فسخ النكاح بينها وبين زوجها، لا يجوز أن تتزوجها حتى تضع حملها. ليه؟ لأن هذا الجنين الآن معروف، معلوم النسب، معلوم النسب. كذلك الأمة، الأمة التي هي حامل من زوج من سيدها، أمة حامل من سيدها وقد ادعاه سيدها، فهذا الحمل ثابت النسب، لا يجوز، لا يصح نكاحها بالإجماع. ليه؟ لأن الحمل ثابت النسب. نعم، فهمنا معنا الآن. وإذا كان الحبل ثابت النسب من غير الناكح لا يصح النكاح إجماعا. يعني هذه المهاجرة الآن، هذه المهاجرة الآن كانت مسلم، كانت حربية تحت كتابي أو تحت غير مسلم، وحملت ثم هاجرت مسلمة، هي الآن غير متزوجة، هي الآن غير متزوجة، ولكن هذا الولد يعني لو هاجرت إلينا وهي غير حامل يجوز نكاحها مباشرة مع بعد استبراء الرحم بحيضة. أما هي الآن حامل هذه وهي غير متزوجة، الآن غير متزوجة، لا يجوز نكاحها حتى تضع الحمل. واضح الكلام. قال ولا توطأ، أي ولا يطأها الزوج، ولا توطأ أي ولا يطأها الزوج حتى تضع، حتى تضع. لما قال ولا توطأ يعني يحرم، يحرم. هو الآن صح أن يتزوجها، صح أن يتزوج زانية حاملا من زنا غيره. قال ولكن صحة النكاح لا تقتضي إباحة الجماع. قال ولا توطأ حتى تضع. وكذلك كما يحرم عليه الوطأ يحرم عليه ماذا؟ دواعي النكاح، دواعي النكاح. نعم، الله. قال ولا توطأ أي ولا يطأها الزوج حتى تضع، حتى تضع، كي لا يسقي ماؤه زرع غيره، ولا يلزم من حرمة الواطئ لعارض الحبل فساد النكاح، ولا يلزم من حرمة الواطئ، من حرمة الوطئ، حرمة الوطئ خطأ الواطئ، ولا يلزم من حرمة الوطئ لما كان الوطئ حراما لعارض الحبل، لا يلزم من حرمة الوطئ لعارض الحبل فساد النكاح. ممكن أستاذ؟ الله يرضى عليك. شكرا. ولا يلزم من حرمة الوطئ لعارض الحبل فساد النكاح، كما لا يلزم ذلك من حرمته، من حرمة الوطئ لعارض الحيض والنفاس. واضح الكلام. ثم المذكور في الهداية أن حرمة الوطئ لأجل ألا يسقي، في كلمة لا هنا ساقطة أثناء الطباعة، ألا يسقي ماؤه زرع غيره، لما كان الوطئ حراما كي لا يسقي ماؤه زرع غيره. ويفهم منه أن الناكحة لو كان هو الزاني يجوز الوطئ، وذكر في الملتقط أنه لا يجب النفقة للحبلى من الزنا ما لم تضع الحمل، تزوجها
وصح النكاح، ولكن لا يجب عليه أن ينفق عليها ما لم تضع الحمل، لأنه لا يحل له الاستمتاع بها عند من يجيز النكاح، وهو سيدي أبو حنيفة والإمام محمد، سواء كان الحبل منه أو لا. يعني لا يجب النفقة، لا تجب النفقة سواء كان الحبل منه أو من غيره. واضح؟ سواء كان الحبل منه أو لا. وإطلاق كلام المتن يشعر ذلك، يشعر أن النفقة لا تجب سواء كان الحمل من الزاني أو من غيره. ذكره البرجندي، والظاهر أن قوله سواء تعميم لقوله لا يجب النفقة، تعميم لقوله لا يجب النفقة، يعني لا كما قلت قبل قليل لا تجب النفقة للحبلى من الزنا سواء كان الحبل منه أو من غيره، لا لقوله لا يحل له الاستمتاع. واضح؟ قال والظاهر أن قوله سواء تعميم لعدم وجوب النفقة سواء كان الحبل منه أو من غيره، لا لقوله لا يحل له الاستمتاع، وعليه لو كان الحبل منه يجوز له الاستمتاع، يجوز له الاستمتاع. فيوافق عبارة الهداية الموافقة للقياس على ما سبق من الرواية، لأن القياس الحديث نهى عن جماع الحبل من الزنا كي لا يسقي ماءه زرع غيره، ولكن هذا الزرع زرعه، هذا القياس. لا، الولد يلحق به، يلحق، سيأتي هذا معنا، يلحق به على خلاف في ذلك، ولكن المعتمد عندنا أنه يلحق به. لا لا، إذا عرف نسبه. هل إن زنت امرأة برجل فحملت منه فادعاه بعد ذلك أبوه يلحق بأبيه، ولا يجوز أن يقال عنه، ولا يجوز أن يقال له ولد زنا، لا يجوز، وإن كانت هي حقيقة الحال، وإن كانت حقيقة الحال، يعني بعدما كبر الولد نقول هي ولد زنا، لا يجوز هذا، لا يجوز أبدا. والأدلة على ذلك كثيرة، لما جاءت بنت أبي لهب للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقالت يا رسول الله إن قارب أهلي جيراني أصدقائي اللي هو الصحابة يعيرونني بأبي، فيقولون يا ابنة أبي يا ابنة حمالة الحطب. فقال غضب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يؤذونني في قرابتي. وهذا الحكم ليس لقرابة النبي فقط صلى الله عليه وسلم، بل هو عام، هذا عام يشمل، لا يجوز لك أبدا أنت أن تؤذي أي إنسان كان، أي إنسان، يعني حتى لو كان هذا الذي ابن زنا غير مسلم، لا يجوز لك أنت أن تقول له ابن الزنا، لا يجوز لك أن تقول له ذلك. الله. قال وفي واقعات الناطفي رجل تزوج امرأة فجاءت بسقط استبان خلقه، إن جاءت به لأقل من 4 أشهر لم يجوز النكاح. جميل هذا الكلام، ولدت، تزوج امرأة فولدت مولودا بعد، ولدت مولودا كامل الخلقة استبان خلقه، فإن جاءت بهذا الولد، ولدت بعد الزواج 4 أشهر تبين أنها كانت حبلى من غيره، والتالي يكون النكاح غير صحيح، النكاح غير صحيح. قال لم يجوز النكاح ليه؟ قال لأن خلق الولد إنما يستبين في 4 أشهر فتعين أن الولد من الأول، ثم ليس الزنا
ووطء المولى مانعا من تزويج الجارية. ثم ليس الزنا يعني جارية كانت تزني، أما كانت تزني يعني أما كانت تزني أو أما تمتع بها سيدها، فقال ليس الزنا. ووطء المولى مانعا من تزويج الجارية، أما الزنا فلعدم حرمة ماء الزاني، فلعدم حرمة ماء الزاني. وأما المولى فلأنها ليست بفراش لمولاها، فإنها لو جاءت بولد، فإنها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه بغير دعوة. يعني الأمة هذه وطئها سيدها فحملت منه وجاءت بولد، لا يثبت نسبه من سيدها ما لم يدعه، ما لم يقول هذا الولد مني، فإذا ادعاه ثبت نسبه من السيد وصارت الأمة أم ولد. لا يثبت نسبه بغير دعوة، إلا أنه إذا أنت تزوجت أمة قد وطئها سيدها، إلا أنه يستحب أن يستبرئها صيانة لمائه. ومنع زفر جواز تزوجها، تزوج الأمة التي استفرشها سيدها حتى تحيض ثلاث حيض، نعم، يعني أن يستبرئها بمعنى أن لا يطأها حتى يمضي عليها حيضة، فإذا حاضت حاضت استبرأ رحمها، تبين يعني أن رحمها بريء خال من الحمل، صيانة لمائه لمنيه، يعني يعني كي يعلم هو أن هذا الولد الذي كان في رحمها منه أو من غيره، هذا معنى صيانة لمائه. من السيد الآن كلام، لا يثبت نسبه من السيد حتى وإن كان منه، لا يثبت إلا إذا ادعاه. قال ومنع زفر جواز تزوجها حتى تحيض ثلاث حيض بناء على أصله، وهو وجوب العدة للتزوج بعد كل وطئ ولو من زنا. قال محمد لا أحب أن يطأها قبل الاستبراء، يعني إذا زوجها المولى قبله، لأنه لو تحقق الحمل يحرم الوطء تفاديا عن سقي زرع غيره، فإذا احتمل الوطء يعني احتمل الحمل عفوا احتمل الحمل يحتمل أن تكون حاملا، وجب التنزه احتياطا كما لو كان مكان النكاح الشراء، كما لو أنه اشترى أمة، يجب الاستبراء بحيضة وقيل بثلاث حيض كما يأتي معنا إن شاء الله. قال وصح نكاح من ضمت، وصح نكاح من ضمت، كيف هذا؟ نعم. قال وصح نكاح من ضمت في عقد النكاح، صح نكاح من ضمت في عقد النكاح إلى محرمة بتشديد الراء المفتوحة، بأن ضمت إلى محرمة أو وثنية أو ذات زوج أو معتدة الغير، ويبطل نكاح الأخرى. يعني إنسان تزوج هند وهي عزباء
وتزوج كذلك ابنة عمها وهي متزوجة، قال تزوجت هندا و ما اسم آخر فاطمة، هند وفاطمة، فاطمة متزوجة، قال صح العقد هند ولم يصح عقد فاطمة ويبطل نكاح الأخرى، لأن بطلان نكاح المحرمة لا يقتضي بطلان نكاح المضمومة معها في العقد. والفرق بين هذا وبين الجمع بين حر وعبد في البيع، حيث يبطل البيع فيهما. إذا إنسان جمع في عقده بين امرأة خالية عن نكاح تحل له وبين امرأة لا يحل له نكاحها لسبب ما، ما الحكم؟ صح نكاحه من التي تحل ولا يصح النكاح من الثانية، ولا يبطل نكاحه من الأولى، بل يصح في الأولى ويبطل بالثانية. فعدم انعقاده في الثانية لا يؤثر على انعقاده في الأولى. قال والفرق بين هذا وبين الجمع بين حر وعبد في البيع، حيث يبطل البيع فيهما، أن قبول العقد فيما لا يجوز وهو الحر، يعني قبول العقد فيما لا يجوز وهو الحر شرط في صحة العقد فيما يجوز وهو العبد، وهو شرط فاسد، وهو شرط فاسد. والبيع يبطل بالشروط الفاسدة والنكاح لا يبطل بها. يعني لو قال فلان تزوج امرأة قالت له قبلت على أن لا أمكنك من نفسي أبدا، هذا شرط فاسد لا يبطل النكاح، لا يبطل النكاح. قال وعن النخعي النكاح يهدم الشرط والشرط يهدم البيعة. هذا الفرق في مسألة من اشترى عبدا وحرا بعقد واحد بطل البيع، وبين من تزوج من تحل له ومن لا تحل له بعقد واحد، صح في التي تحل ولم يصح في التي لم تحل ولا يؤثر على التي تحل له. قال ثم المسمى بكماله، لما تزوج الآن امرأتين بعقد واحد جعل لهما مهرا 1000 درهم، قال ثم المسمى بكماله للتي صح نكاحها عند أبي حنيفة، عند أبي حنيفة نظرا إلى أن ضم المحرمة في عقد النكاح لغو، هو لغو، نعم، كأنه يعني رأى أبو حنيفة كأنه لو ضم، لو قال تزوجت هذه المرأة وذلك الجدار، فهذا الضم لا اعتبار له على 1000 درهم، هل نقول الجدار له 500 من والمرأة لها 500؟ قال لا، فضم المحرمة كضم الجدار، كضم الجدار. إذن ثم المسمى بكماله للتي صح نكاحها عند أبي حنيفة، بنى ذلك على ماذا؟ على أن ضم المحرمة في عقد النكاح ما حكمه؟ لغو لا اعتبار له، فوجب في ذمته المهر كاملا لهذه التي صح نكاحها. وقال أبو يوسف محمد يقسم المهر على مهر مثليهما، على مهر مثليهما، كأن يكون المسمى 1000 ومهر مثل المحرمة 2000 والمحلل مهر مثلها 1000. كم تأخذ المحلل الآن؟ 1/3. تزوج تحل له امرأة تحل له وامرأة لا تحل له، عقد عليهما في عقد واحد ب1000 درهم، فصح النكاح في من تحل له ولم يصح في من لا تحل له، ماذا نفعل بالمهر؟ قال يقسم على قدر مهر مثليهما، مهر التي لا تحل له مهر مثلها 1000 درهم ومهر التي تحل له
مثل مهر مثلها 1000 درهم، فالنسبة أن تأخذ التي تكون حصة من صح نكاحها الثلث. واضح الكلام أحبابنا ولا فهمنا؟ ما فهم. الله. الآن عندنا رجل تزوج هند وزينب، هند تحل له وزينب لا تحل له، على مهر قدره، على مهر قدره 3 دراهم، 3 دراهم. صح النكاح في من؟ في زينب أو في هند الذي تحل له، ولم يصح في زينب. كيف نقسم هذا المهر؟ قال ننظر ما هو مهر مثل هند، ما هو مهر مثلها، مثل هند الذي يصح نكاحها. قال 1000 درهم، 1000 درهم. ما هو مهر مثل زينب التي لم يصح نكاحها؟ 2000 درهم. فإذا ما هو النسبة بينهما؟ الآن نعطي المهر كم قلنا؟ 3 دراهم. نعطي درهم للتي حل صح نكاحها، ودرهمين للتي لم يصح نكاحها. وفي الواقع التي لم يصح نكاحها لا تأخذ شيئا، ولكن وجب عليه الآن أن يعطي التي، يعني صار الآن مهر التي صح نكاحها درهم واحد. هذا معنى قوله وقال يقسم على مهر مثليهما. نعم تفضل. من سأل؟ ولا يعطي للثاني شيء. طبعا لا يعطيها، أنه ما يستفيد منها شيء، تأخذ فلوس هكذا بدون شيء ما يستفيد. إذا أبو حنيفة قال المهر كله للتي صح نكاحها، لأن ضم من لم يصح نكاحها لغو عنده. أما الصاحبان قال يقسم المهر على مهر مثليهما، فما أصاب الذي صح نكاحها لزمه، وما أصاب الأخرى سقط عنه. وفي الزيادات ولو دخل بالتي لا تحل له يلزمه مهر مثلها، يلزمه مهر مثلها. طبعا يلزمه مهر مثلها، هذا كلام من كلام الزيادات. تمم نص الشيخ هنا، نقل هذا الفقرة، هذه نقلها من البحر، حتى قوله في الزيادات هذا مسطور في البحر. صاحب البحر تمم كلام صاحب الزيادات فقال، قال لا، ولو دخل بالتي لا تحل له يلزمه مهر مثلها لا يجاوز به حصتها من المسمى. يلزمه مهر، يعني انتبه الآن كيف المسألة تكون. تزوج زيد هندا تحل له وزينب لا تحل له، على مهر قدره 30 درهما، 30 درهما. قال وطئ زينب التي لا تحل له، ماذا يجب لها بهذا الوطاء؟ يجب لها مهر مثلها، مهر مثلها، ولكن هذا المهر المثل لا يجاوز حصتها من 30 درهم. لا يجاوز حصتها من 30 كم؟ 15. فنظرنا فإذا مهر مثلها، هذه التي وطئها وهي لا تحل له، مهر مثلها مثلا 10,000 درهم، تأخذ 10 و20 للتي صح نكاحها. نظرنا فإذا مهر مثلها 20,000، كم تأخذ؟ 15 فقط، لا تجاوز نصف، لا تجاوز نصف، لا يجاوز حصتها، لا يجاوز حصتها من المسمى. فهمنا أحبابنا؟ هذه الزيادة هامة وضرورية، هذه الزيادة تتمت كلام صاحب الزيادات، هذه يعني هامة لفهم العبارة. قال ولا حد عليه، مع العلم يعني لو علم أن هذه المرأة لا تحل له على الرغم من ذلك وطئها، قال لا حد عليه. ليه؟ لشبهة العقد، لشبهة العقد. والحدود تدرى بالشبهات عند سيد أبي حنيفة رحمه الله. ثم قال ويصح عندنا نكاح الشغار. بدأ الآن في الحديث عن نكاح الشغار،
نقف هنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. متزوجة حملت من زوجها ثم هاجرت مسلمة، هاجرت مسلمة، فالحمل الذي في رحمها الآن ثابت النسب، ثابت النسب، وقد طلقت من فسخ النكاح بينها وبين زوجها، لا يجوز أن تتزوجها حتى تضع حملها. ليه؟ لأن هذا الجنين الآن معلوم النسب. كذلك الأمة التي هي حامل من سيدها، أمة حامل من سيدها وقد ادعاه سيدها، فهذا الحمل ثابت النسب، لا يجوز، لا يصح نكاحها بالإجماع. ليه؟ لأن الحمل ثابت النسب. نعم، فهمنا معنا الآن. وإذا كان الحبل ثابت النسب من غير الناكح لا يصح النكاح إجماعا. يعني هذه المهاجرة الآن كانت مسلم، كانت حربية تحت كتابي أو تحت غير مسلم، وحملت ثم هاجرت مسلمة، هي الآن غير متزوجة، هي الآن غير متزوجة، ولكن هذا الولد يعني لو هاجرت إلينا وهي غير حامل يجوز نكاحها مباشرة بعد استبراء الرحم بحيضة. أما هي الآن حامل هذه وهي غير متزوجة، الآن غير متزوجة، لا يجوز نكاحها حتى تضع الحمل. واضح الكلام. قال ولا توطأ أي ولا يطأها الزوج، ولا توطأ أي ولا يطأها الزوج حتى تضع، حتى تضع. لما قال ولا توطأ يعني يحرم. هو الآن صح أن يتزوجها، صح أن يتزوج زانية حاملا من زنا غيره. قال ولكن صحة النكاح لا تقتضي إباحة الجماع. قال ولا توطأ حتى تضع. وكذلك كما يحرم عليه الوطأ يحرم عليه ماذا؟ دواعي النكاح. نعم، الله. قال ولا توطأ أي ولا يطأها الزوج حتى تضع كي لا يسقي ماؤه زرع غيره، ولا يلزم من حرمة الواطئ لعارض الحبل فساد النكاح، ولا يلزم من حرمة الواطئ، من حرمة الوطئ خطأ الواطئ، ولا يلزم من حرمة الوطئ لما كان الوطئ حراما لعارض الحبل، لا يلزم من حرمة الوطئ لعارض الحبل فساد النكاح. ممكن استاذ؟ الله يرضى عليك. شكرا. ولا يلزم من حرمة الوطئ لعارض الحبل فساد النكاح، كما لا يلزم ذلك من حرمته، من حرمة الوطئ لعارض الحيض والنفاس. واضح الكلام. ثم المذكور في الهداية أن حرمة الوطئ لأجل ألا يسقي، في كلمة لا هنا ساقطة أثناء الطباعة، ألا يسقي ماؤه زرع غيره، لما كان الوطء حراما كي لا يسقي ماؤه زرع غيره. ويفهم منه
أن الناكحة لو كان هو الزاني يجوز الوطء، وذكر في الملتقط أنه لا يجب النفقة للحبلى من الزنا ما لم تضع الحمل، تزوجها وصح النكاح ولكن لا يجب عليه أن ينفق عليها ما لم تضع الحمل، لأنه لا يحل له الاستمتاع بها عند من يجيز النكاح، وهو سيد أبو حنيفة والإمام محمد، سواء كان الحبل منه أو لا. يعني لا يجب النفقة، لا تجب النفقة سواء كان الحبل منه أو من غيره، واضح؟ سواء كان الحبل منه أو لا. وإطلاق كلام المتن يشعر ذلك، يشعر أن النفقة لا تجب سواء كان الحمل من الزاني أو من غيره، ذكره البرجندي. والظاهر أن قوله سواء تعميم لقوله لا يجب النفقة، تعميم لقوله لا يجب النفقة، يعني لا كما قلت قبل قليل لا تجب النفقة للحبلى من الزنا سواء كان الحبل منه أو من غيره، لا لقوله لا يحل له الاستمتاع، واضح؟ قال والظاهر أن قوله سواء تعميم لعدم وجوب النفقة سواء كان الحبل منه أو من غيره، لا لقوله لا يحل له الاستمتاع، وعليه لو كان الحبل منه يجوز له الاستمتاع، يجوز له الاستمتاع. فيوافق عبارة الهداية الموافقة للقياس على ما سبق من الرواية، لأن القياس الحديث نهى عن جماع الحبلى من الزنا كي لا يسقي ماؤه زرع غيره، ولكن هذا الزرع زرعه، هذا القياس. لا، الولد يلحق به، يلحق، سيأتي هذا معنا، يلحق به على خلاف في ذلك، ولكن المعتمد عندنا أنه يلحق به. لا إذا عرف نسبه، هل إن زنت امرأة برجل فحملت منه فادعاه بعد ذلك أبوه يلحق بأبيه، ولا يجوز أن يقال عنه، ولا يجوز أن يقال له ولد زنا، لا يجوز، وإن كانت هي حقيقة الحال، وإن كانت حقيقة الحال، يعني بعدما كبر الولد نقول هي ولد زنا، لا يجوز هذا، لا يجوز أبدا. والأدلة على ذلك كثيرة، لما جاءت بنت أبي لهب للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقالت يا رسول الله إن أقارب أهلي جيراني أصدقائي اللي هو الصحابة يعيرونني بأبي، فيقولون يا ابنة أبي يا ابنة حمالة الحطب، فقال غضب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يؤذونني في قرابتي. وهذا الحكم ليس لقرابة النبي فقط صلى الله عليه وسلم، بل هو عام، هذا عام يشمل، لا يجوز لك أبدا أنت أن تؤذي أي إنسان كان، أي إنسان، يعني حتى لو كان هذا الذي ابن زنا غير مسلم، لا يجوز لك أنت أن تقول له ابن الزنا، لا يجوز لك أن تقول له ذلك. الله. قال وفي واقعات الناطفي رجل تزوج امرأة فجاءت بسقط استبان خلقه، إن جاءت به لأقل من 4 أشهر لم يجوز النكاح. جميل هذا الكلام، ولدت، تزوج امرأة فولدت مولودا، بعد ولدت مولودا كامل الخلقة استبان خلقه، فإن جاءت بهذا الولد ولدت بعد الزواج 4 أشهر تبين أنها كانت حبلى من غيره، والتالي يكون النكاح غير صحيح، النكاح غير صحيح. قال لم يجوز النكاح ليه؟
قال لأن خلق الولد إنما يستبين في 4 أشهر، فتعين أن الولد من الأول. ثم ليس الزنا ووطء المولى مانعا من تزويج الجارية. ثم ليس الزنا، يعني جارية كانت تزني، أما كانت تزني، يعني أما كانت تزني أو أما تمتع بها سيدها، فقال ليس الزنا ووطء المولى مانعا من تزويج الجارية. أما الزنا فلعدم حرمة ماء الزاني، فلعدم حرمة ماء الزاني. وأما المولى فلأنها ليست بفراش لمولاها، فإنها لو جاءت بولد، فإنها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه بغير دعوة. يعني الأمة هذه وطئها سيدها فحملت منه وجاءت بولد، لا يثبت نسبه من سيدها ما لم يدعه، ما لم يقول هذا الولد مني، فإذا ادعاه ثبت نسبه من السيد وصارت الأمة أم ولد. لا يثبت نسبه بغير دعوة، إلا أنه إذا أنت تزوجت أمة قد وطئها سيدها، إلا أنه يستحب أن يستبرئها صيانة لمائه. ومنع زفر جواز تزوجها، تزوج الأمة التي استفرشها سيدها حتى تحيض 3 حيض، نعم، يعني أن يستبرئها بمعنى أن لا يطأها حتى يمضي عليها حيضه، فإذا حاضت استبرأ رحمها، تبين يعني أن رحمها بريء خال من الحمل، صيانة لمائه لمنيه، يعني كي يعلم هو أن هذا الولد الذي كان في رحمها منه أو من غيره، هذا معنى صيانة لمائه. من السيد الآن كلام، لا يثبت نسبه من السيد حتى وإن كان منه، لا يثبت إلا إذا ادعاه. قال ومنع زفر جواز تزوجها حتى تحيض 3 حيض بناء على أصله، وهو وجوب العدة للتزوج بعد كل وطء ولو من زنا. قال محمد لا أحب أن يطأها قبل الاستبراء، يعني إذا زوجها المولى قبله، لأنه لو تحقق الحمل يحرم الوطء تفاديا عن سقي زرع غيره، فإذا احتمل الحمل يحتمل أن تكون حاملا، وجب التنزه احتياطا كما لو كان مكان النكاح الشراء، كما لو أنه اشترى أمة، يجب الاستبراء بحيضة وقيل ب3 حيض كما يأتي معنا إن شاء الله. قال وصح نكاح من ضمت كيف هذا؟ نعم. قال وصح نكاح من ضمت في عقد النكاح، صح نكاح من ضمت في عقد النكاح إلى محرمة، بتشديد الراء المفتوحة، بأن ضمت إلى محرمة أو وثنية
أو ذات زوج أو معتدة الغير ويبطل نكاح الأخرى. يعني إنسان تزوج هند وهي عزباء وتزوج كذلك ابنة عمها وهي متزوجة، قال تزوجت هندا و ما اسم آخر فاطمة، هند وفاطمة، فاطمة متزوجة، قال صح العقد هند ولم يصح عقد فاطمة ويبطل نكاح الأخرى لأن بطلان نكاح المحرمة لا يقتضي بطلان نكاح المضمومة معها في العقد. والفرق بين هذا وبين الجمع بين حر وعبد في البيع حيث يبطل البيع فيهما. إذا إنسان جمع في عقده بين امرأة خالية عن نكاح تحل له وبين امرأة لا يحل له نكاحها لسبب ما، ما الحكم؟ صح نكاحه من التي تحل ولا يصح النكاح من الثانية، ولا يبطل النكاح من الأولى بل يصح في الأولى ويبطل بالثانية. فعدم انعقاده في الثانية لا يؤثر على انعقاده في الأولى. قال والفرق بين هذا وبين الجمع بين حر وعبد في البيع حيث يبطل البيع فيهما أن قبول العقد فيما لا يجوز وهو الحر، يعني قبول العقد فيما لا يجوز وهو الحر شرط في صحة العقد فيما يجوز وهو العبد، وهو شرط فاسد، وهو شرط فاسد. والبيع يبطل بالشروط الفاسدة والنكاح لا يبطل بها. يعني لو قال فلان تزوج امرأة قالت له قبلت على أن لا أمكنك من نفسي أبدا، هذا شرط فاسد لا يبطل النكاح، لا يبطل النكاح. قال وعن النخعي النكاح يهدم الشرط والشرط يهدم البيعة. هذا الفرق في مسألة من اشترى عبدا وحرا بعقد واحد بطل البيع، وبين من تزوج من تحل له ومن لا تحل له بعقد واحد صح في التي تحل ولم يصح في التي لم تحل ولا يؤثر على التي تحل له. قال ثم المسمى بكماله، لما تزوج الآن امرأتين بعقد واحد جعل لهما مهرا 1000 درهم. قال ثم المسمى بكماله للتي صح نكاحها عند أبي حنيفة، عند أبي حنيفة نظرا إلى أن ضم المحرمة في عقد النكاح لغو، هو لغو نعم، كأنه يعني رأى أبو حنيفة كأنه لو قال تزوجت هذه المرأة وذلك الجدار فهذا الضم لا اعتبار له على 1000 درهم. هل نقول الجدار له 500 من والمرأة لها 500؟ قال لا، فضم المحرمة كضم الجدار، كضم الجدار. إذن ثم المسمى بكماله للتي صح نكاحها عند أبي حنيفة بنى ذلك على ماذا؟ على أن ضم المحرمة في عقد النكاح ما حكمه؟ لغو لا اعتبار له، فوجب في ذمته المهر كاملا لهذه التي صح نكاحها. وقال أبو يوسف محمد يقسم المهر على مهر مثليهما، على مهر مثليهما، كأن يكون المسمى 1000 ومهر مثل المحرمة 2000 والمحلل مهر مثلها 1000. كم تأخذ المحلل الآن؟ 1/3. تزوج تحل له امرأة تحل له وامرأة لا تحل له، عقد عليهما في عقد واحد ب1000 درهم فصح النكاح في من تحل له
ولم يصح في من لا تحل له. ماذا نفعل بالمهر؟ قال يقسم على قدر مهر مثليهما. مهر التي لا تحل له مهر مثلها 1000 درهم، ومهر التي تحل له مثل مهر مثلها 1000 درهم. فالنسبة أن تأخذ التي يكون حصة من صح نكاحها 1/3. واضح الكلام أحبابنا؟ ولا فهمنا؟ ما فهم. الله. الآن عندنا رجل تزوج هند وزينب، هند تحل له وزينب لا تحل له، على مهر قدره 3 دراهم. 3 دراهم. صح النكاح في من؟ في زينب أو في هند الذي تحل له، ولم يصح في زينب. كيف نقسم هذا المهر؟ قال ننظر ما هو مهر مثل هند، ما هو مهر مثلها، مثل هند الذي يصح نكاحها. قال 1000 درهم. 1000 درهم. ما هو مهر مثل زينب التي لم يصح نكاحها؟ 2000 درهم. فإذا ما هو النسبة بينهما؟ الآن نعطي المهر كم قلنا؟ 3 دراهم. نعطي درهم للتي حل صح نكاحها، ودرهمين للتي لم يصح نكاحها. وفي الواقع التي لم يصح نكاحها لا تأخذ شيئا، ولكن وجب عليه الآن أن يعطي التي يعني صار الآن مهر التي صح نكاحها درهم واحد. هذا معنى قوله وقال يقسم على مهر مثليهما. نعم تفضل. من سأل؟ طبعا لا يعطيها، أنه ما يستفيد منها شيء، تأخذ فلوس هكذا بدون شيء ما يصير. إذا أبو حنيفة قال المهر كله للتي صح نكاحها، لأن ضم من لم يصح نكاحها لغو عنده. أما الصاحبان قال يقسم المهر على مهر مثليهما، فما أصاب الذي صح نكاحها لزمه، وما أصاب الأخرى سقط عنه. وفي الزيادات ولو دخل بالتي لا تحل له يلزمه مهر مثلها، يلزمه مهر مثلها. طبعا يلزمه مهر مثلها، هذا كلام من كلام الزيادات. تمم نص شيخنا نقل هذا الفقرة، هذه نقلها من البحر، حتى قوله في الزيادات هذا مسطور في البحر. صاحب البحر تمم كلام صاحب الزيادات فقال قال لا، ولو دخل بالتي لا تحل له يلزمه مهر مثلها لا يجاوز به حصتها من المسمى. يلزمه مهر، يعني انتبه الآن كيف المسألة تكون. تزوج زيد هندا تحل له وزينب لا تحل له، على مهر قدره 30 درهما. 30 درهما. قال وطئ زينب التي لا تحل له، ماذا يجب لها بهذا الوطاء؟ يجب لها مهر مثلها، مهر مثلها، ولكن هذا المهر المثل لا يجاوز حصتها من 30 درهم. لا يجاوز حصتها من 30 كم؟ 15. فنظرنا فإذا مهر مثلها، هذه التي وطئها وإلا تحل له، مهر مثلها مثلا 10,000 درهم، تأخذ 10 و20 للتي صح نكاحها. نظرنا فإذا مهر مثلها 20,000، كم تأخذ؟ 15 فقط، لا تجاوز نصف، لا تجاوز نصف، لا يجاوز حصتها، لا يجاوز حصتها من المسمى. فهمنا أحبابنا؟ هذه الزيادة هامة وضرورية، هذه الزيادة تتمة كلام صاحب الزيادات، هذه هامة لفهم العبارة. قال ولا حد عليه مع العلم، يعني لو علم أن هذه المرأة لا تحل له على الرغم من ذلك وطئها، قال لا حد عليه. ليه؟ لشبهة العقد،
لشبهة العقد والحدود تدرى بالشبهات عند سيد أبي حنيفة رحمه الله. ثم قال: ويصح عندنا نكاح الشغار. فبدأ الآن في الحديث عن نكاح الشغار. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.